في مناطق وسط ليبيا وغربها لم يعد الوضع مختلفا. أصبحت معاناة مراكز العزل واحدة، نقص إمدادات الأكسجين. هنا وسط العاصمة طرابلس عصفت المشكلة ذاتها بمركز عزل سوق الثلاثاء بعد ازدياد عدد الحالات جراء الموجة الجديدة. زيادة العدد الحالات هو اللي أدى إلى زيادة الطلب، حاليا الطلب كبير جدا، عشرات أضعاف الطلب الطبيعي يعني قبل الجائحة. هذا سبب يعني نوعا ما نقص في الإمداد. وكإجراء احترازي فرضت الحكومة حظرا كاملا للتجوال لمدة 3 أيام، إجراء تتساءل نقابة الأطباء عن جدواه. إن الموضوع 3 أيام فقط غير مجدي، يا إما يندار حظر لمدة أسبوعين كاملات لفترة حضانة الفيروس، يا إما يندار تقنين أو حظر لأماكن معينة زي المقاهي والمطاعم والأفراح والشواطئ. إجراءات لم تحد من الإصابات ولم تنقذ المصابين. أمام مركز العزل تنتظر هذه العائلة استكمال إجراءات الوفاة لقريبهم الذي قضى جراء الفيروس. فإن لم تسجل حالات وفاة بسبب نقص الأكسجين بحسب مسؤولين، فإنه ما زال يشكل أزمة أمام الجهات المسؤولة لم تعالج جذريا حتى الآن. في الوقت الذي تعاني فيه كثير من مراكز العزل نقصا في إمدادات الأكسجين، فرضت الحكومة حظرا كاملا للتجوال مدة 3 أيام، إجراء يقول كثيرون وخاصة الأطباء إنه ليس حلا، بل الحل في توفير اللقاح كاملا بأنواعه وتنظيم توزيعه في أسرع وقت. إبراهيم العبدلي، العربي